حديث جابر: المجالس بالأمانة. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني رحمه الله لما عند ابن المبارك في الزهد من حديث أبي بكر ابن حزم مرسلا وهو حسن بلفظ: المتجالسان يتجالسان بأمانة الله، فلا يحل لأحدهما أن يفشي على صاحبه ما يكره. لهذا المرسل حسنه الألباني رحمه الله، مع أن هناك جملة لها تتم في هذا الحديث لكن لم يجد لها ما يؤيدها. وعلى كل حال، هذا الحديث وهذا المرسل من حيث المعنى دلت عليه النصوص العامة. قال تعالى: ولا تجسسوا، وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. ويؤيده أيضا من حيث المعنى الحديث الحسن، حديث جابر عند أبي داود والترمذي، قال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. وعلى كل حال، هذا الحديث معناه دلت عليه النصوص العامة الكثيرة التي ذكرناها والتي سنذكرها إن شاء الله، والتي لم نذكرها دلت على ذلك.